اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتحبونا ويشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. حضراتكم ملاحظين حاجة إن في الألوان الحمراء على الكاونتر بتاعنا هي تعتبر بنسبة 90%. إذا كان طبعا الحاجة اللي احنا عاملينها اللي هي بتعبر عن حبنا لأولادنا وأسرتنا وزوجاتنا وأزواجنا وحماتك وماما، ده مهم جدا. ولكن انا دوري النهارده في المطبخ اساعدك تعملي حاجات لطيفه وبسيطه وتعبر عن مشاعر كتيره تجاهك واتجاه اسرتك اللطيفه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده البيتزا برولز، هنعملها بالسجق، واكيد هيكون فيها افكار بسيطه وسهله. والسفره الحلوه اذا كان فيها ورد احمر فيها كلام حلو لا تغني عن طبعا يكون فيها كمان اكله حلوه، مهمه جدا. النهارده كمان هنعمل طبق مكرونه لطيف بالخضار، الخضار بتاعنا هيكون في متناول الجميع، الفلفل الحمراء برضو هتكون هي مسيطره على طبق المكرونه بالخضار، ولكن الريد فلفل اللي هو المعروف الكيكه الحمراء او الكيكه المخمليه هتشوف تتعمل ازاي، اكيد طريقتها مميزه ومقاديرها فيها شويه تميز. النهارده هنعملها بطريقه بسيطه وهعلمك ازاي تقدري تعملي حاجات بسيطه وسهله وتعبري عن مشاعر صادقه اتجاه اسرتك وزوجك واولادك. بالتاكيد البيت المصري والبيت العربي بيكون فيه حب وفيه دفء باكله حلوه بكلام حلو بيتقال عشان نقدر ان احنا نتعايش ونسير الحياه. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، الورد الاحمر والكلام الحلو ده ما يغنيش عن حله محشي كرنب لازم تكون على السفره بصراحه. يعني حله محشي كرنب حلوه كده بشويه عكاوي بشويه لحمه راس، يعني الحاجات اللطيفه لازم الاكله الحلوه عشان بعدها يبقى الكلام الحلو. انا مش عايز اخش في تفاصيل، حاجات بسيطه النهارده وسهله. اتعودت من الشيف المغازي دايما بيكون على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ما بيفوتناش فرصه ولا مناسبه الا ما نعبر عنها بطريقتنا الخاصه. معايا مقادير البيتزا على الشاشه استاذ رحاب بعد اذنك. معانا الدقيق 3 كوبايات، معانا سجق حلو، ومعانا خضار فلفل طماطم اكيد موزاريلا زيتون، الجبن اساسي معانا في الموضوع حلو الكلام، والصوص بتاع البيتزا او التوبنج بتاعها الصلصه الحلوه اللي بتبقى معانا دايما جاهزه او ان احنا بنعملها مع بعض. ولكن قبل ما نعمل البيتزا خلينا نتكلم عن افكار حلوه، خلينا نتكلم عن افكار حلوه لعمل البيتزا او عجينه البيتزا. حلو قوي، ده مهم جدا. كل ما يجي معايا لون احمر احط الاولاد على فكره بيحبوا الحاجات دي. المخرج بيقول لي قطعه الجاتو دي مفيش حاجه حواليها كده احمر احمر. انا شايفك لابس احمر النهارده كمان. حلو؟ تمام. ما هو البوكيه الوردي بالشيء الفلاني دلوقتي، ايه المشكله؟ الحاجات دي ما كلفتناش حاجه، ثلاثه تعريف، دقيق ولون احمر. تعالوا نشوف عجينة البيتزا مع بعض هنعملها ازاي، رولز بطريقة جديدة وأفكار جديدة. حلو قوي. بنفرد العجينة اللي شفنا مقاديرها من شوية ونعمل التوبنج بتاعها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. شوية دقيق الله، وخلي بالك لازم العجينة تاخد مراحل التخمير بتاعتها. هي مراحل التخمير نص ساعة بعد العجين مباشرة، بعد ما نخلط الدقيق بالخميرة والسكر، ودايما تحط معلقة سكر على الخميرة علشان تشتغل معاك بسرعة. شفت العجينة بتتفرد لوحدها ازاي بدون مجهود، علشان مرحلة التخمير دي مهمة وخاصة في أيام الشتاء، فحاولي تعجني العجينة بمية دافية عشان تاخدي تخمير سريع، ومعلقة سكر مع الخميرة برضه بتسرع من التخمير. كاونتر مليان لون احمر. حلو. زي الفل. طبعا انا بفرد العجينه عايز شكل مستطيل عشان هلفها رولز كده زي السينابون. كده انا وفرت عليكي بوكيه ورد، معرفش سعره كام بس ده الموسم بتاعهم اكيد هيكون غالي. وفرت عليك تنزلي تجيبي دستة جاتو من محل حلويات هتلاقيها برضو بالشيء الفلاني، انك تعملي الحاجة دي في البيت كده بطريقة سهلة وبسيطة، وتعملي كمان أكل ولادك بيحبوه ويناسب الصغار والكبار. شفت العجينة؟
تمام. العجينه كده، تريح العجينه كده عشان عايزها بشكل مستطيل. شفت العجينه حلوه ازاي؟ نقطعها كده بشكل مستطيل يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. مهم جدا وانت في المطبخ يكون عندك طاقه ايجابيه. انا دوري محدود، بنقعد مع بعض ساعه على الهواء، بنعلمك تفاصيل صغيره، ولكن انت طبعا حبك لاولادك ومشاعرك الصادقه اتجاههم بيخليك تعملي احسن مني. انا بديك مفاتيح صغيره. العجينه كده زي الفل اهي، ونشيل العجينه دي، ما تترميش يا امي يا اختي، خلي بالك، تخليها في التلاجه، تستخدميها استخدامات اخرى في يوم تاني مفيش مشكله، او ميني بيتزا. التوبنج بتاعنا اهوت، اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه؟ ده اتعمل ازاي يا شيف؟ طماطم وزعتر وتوم وبصل على النار، شويه فول سوداني معاهم، او شويه لوز، خليك انت احسن مني، او شويه عين جمل. ليه يا شيف بتحط مكسرات مع صلصه البيتزا؟ فرصه ولادنا الصغيرين بيحبوا البيتزا، ندعم البيتزا باوميجا 3، يوم الواد يطلع ما شاء الله ذاكر لوالده لباباه. جبت الذكاء يا واد منين؟ من باباك هو ده، او لمامتك. المكسرات غنيه باوميجا 3. انا بقى مش هجيب الواد اقول له كل لوز، كل فستق، كل فول سوداني، لا، فرصه اهو مع صلصه البيتزا، حط له شويه مكسرات في قلبيها، مش هيبان ان فيها مكسرات ولا في الطعم على اعتقد، الا اللي بيركز جامد يعني. الاطراف طبعا مش عايز احط بيتزا عشان تمسك كده، وحتى اللون الاحمر جايه هي لوحدها. ما خلي بالك، ده بتكوني في نيتك عايزه تعملي حاجه حلوه، بتلقائيا باللون الاحمر بيطلع معاك. انا مش حاططها في الحسبان خالص، الصلصه طالع لونها احمر ازاي ما اعرفش، اكيد بالطماطم بس لونها احمر غامق شويه، مديها شويه صلصه حلوه قوي. بنحط شويه جبنه، ده اساسي. كده ممكن نعمل حاجه حلوه برضو معانا. ده انا هديك احلى. شفت الجو ده؟ شوف المخرج لما يكون عايز يعمل حاجه حلوه اساعده. انا بقى دوري اساعدك، طالما انت نيتك من جوه عايز تعملي حاجه حلوه، تقولي الشيف المغازي السهل الممتنع، الراجل ده بيعمل تفاصيل صغيره لها معنى كبير وطعم جديد، ما تيجوا نتفرج عليه على القناه الاولى. البيتزا حتى طلعت بتتكلم حب. جبنه في قلبيها. كثيفه كده زي الفل. زيتون. حاجات حلوه. يا سلام الزيتون كده لما ينزل على اللون الاحمر الحلو ده كده، السمار بيكمل الجمال. الشيف بيقول اشعار النهارده. هاخد دول كلهم كده، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. معانا سجق. حاضر، عينيا. السجق ده حلو، خلينا نقطعه برضو بطريقه كده. الطريقه دي خلي بالك مهمه جدا. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعملها بالسجق، عايز اعملها باللحمه المفرومه، زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. عايز تعملها بالدجاج، اختياري. اكلين ايه امبارح؟ اكلين دجاج، تبي تعملها باللحمه. اكلين ايه امبارح؟ اكلين سمك، خليها بقى زي ما انت حابه. السجق يتقطع كده، تجيبي صدور الدجاج وتعمليها برضو بنفس الطريقه، اختياري. انا بديك افكار وانت حر. حلو قوي. في محلول حمضي او محلول ملحي يعني، اللي هو عباره عن خل وميه وعصره ليمون وفصين من التوم. بتدوبي الميه في الخل والملح وعصره الليمون، شويه روزماري، جهز البرطمان، تجيب البصل ترصيه في البرطمان، تحط عليه المحلول ده وتقفليه جيدا زي ما بنخلي الخيار، بس التايم بتاع البصل اكتر من الخيار شويه. الخيار ممكن بعد اسبوع نفتح عليه وناكله، اما البصل لازم يقعد تقريبا 20 يوم. شفت بقى؟ ده السجق. وامليها بقى، النهارده عيد الحب، خليكي كريمه عشان النجفه تيجي، عشان نغير
حاجات كتيره ممكن عايزين نعملها، نجيب ثلاجه، نجيب الحاجات ديت بالكلام الحلو ده. بيجي عندنا الصينيه بتاعتنا جاهزه زي الفل، نحط فيها شويه فلفل، نحط فيها شويه فلفل زي الفل يا عم الشيف. اهو الفلفل الرومي ده حلو في قلبيها، ازود الجبنه كمان. العب. اهو شفتي ده ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. اهو نقفلها بقى. يلا جبنه كتير علشان دي عايزه جبنه كتير. اه نلفها ازاي؟ اه ده البيتزا جاهزه. بص بقى خلي بالك انا في الاطراف هنا مش حاطط حشوه توبنج، لا صلصه طماطم ولا حشوه بتاعتنا، بالراحه كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه زي السينابون، واحده واحده كده عليها. اه شفت الاطراف انا مش ايوه مدرسه. كل دي فيها حب والله العظيم، صدقني الرولز ده كله فيه حب، مشاعر صادقه. مفيش احلى من مشاعر الام تجاه اولادها، تجاه جوزها، ابو اولادها، تجاه حماتها اللي جابت جوزها، تجاه مامتها والجنه تحت اقدام الامهات. دي المشاعر. اه زي الفل، هنقطعها بالسكينه مع بعض. وحب اول قطعه كده انا مش عايزها، معلش هنستغنى عنها. وبرده هنا برده القطعه دي مش عايزها، الطبيعي هنخليها على جنب كده. حلو الكلام. وتعالوا مع بعض نعمل ايه بقى، كذا قطعه مع بعض كده ونقسمها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اه بالراحه خالص كده. اه لا سكينه منشار معلش. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ما تبص كده على الكيك المخملي، ايه ده؟ لا بالله عليك صلي على الحبيب وشوف الحب الصادق بقى. الحب لما تكون نيه 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 من جوه انك عايز تعمل حاجه حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه 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 ايه ده؟ ايه ده؟ حب طالع من الفرن. اللهم صل على النبي. اقفل يا سمسم، انا قفلت الفرن كمان. اه تمام يلا حلو. اه البيتزا الرولز جواها تفاصيل كتيرة. اه فيها سجق، فيها فيها جبنة، فيها فيها صلصة طماطم متخدم عليها، فيها فيها زيتون، فيها فيها جبنة موزاريلا بكثافة، فيها تحط جبنة شيدر حسب الرغبة، فيها زعتر، فيها فيها اوميجا 3، فيها فيها بروتين حيواني، فيها أو فيها تفاصيل كتيره، فيها فيها حب، فيها أو. تعالوا مع بعض الصينيه الحلوه دي كده. اه شيل اول قطعه وانت بتعمليها بقى. هنا التركايه، بص التركايه دي. اه اه تاني. اه بص بص اللي جاي لسه معانا كتير خلي بالك. اه اه بص بص الطلعه دي. اه هو دي. اه طب تاني. اه 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 بص اهي تحت منها. اه ليه يا عم الشيف؟ عشان تقفل معايا وتاخد الشكل الدائري زي السينابون. اه اه تاني. اه احلى حب ده عليك. تخيل بقى لما يجي جوزك من بره انت عامله له حاجه جديده بصراحه. يعني انت مش يعني مثلا كل يوم بنعمل صينيه بطاطس بالفراخ، بنعمل محشي ورق عنب، بنعمل حله كرنب، بنعمل داوود باشا، الاكلات اللي الشيف البغازي بيعملها. تعالي بقى تفنيلي كده، خشي على صفحة القناة الأولى وصفحة أكلة أمي، هتلاقي الشيف المجازة عامل فيديوهات كتيرة. أنا شفت ببص كده لقيت تقريباً عامل 1500 فيديو. حلو الكلام؟ آه شوفي خشي وشوفي، اختاري فكرة من الأفكار دي. مش عاجبك الشيف المجازي، شوفي برضو حد من أساتذتنا وهكذا. مش عاجبك لا ده ولا ده، اقعدي اتفرجي على ده وعلى ده وطلعت فكرة حلوة من جواكي تعمليها لأولادك وجوزك، حاجة جديدة. المهم إن تكون حاجة جديدة، يكون فيها حديث الساعة وحديث الايه القعدة. انا مش عايز اطول على حضراتكم، محتاج ان انا اطلع فاصل. سيبونا اعيش انا مع الرصة الحلوة دي كده عشان عايزين نكفي الاولاد والعيال والاسرة والبيت،
وخلونا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف صينيه مكرونه بالخضار جامده جدا، البيتزا الرولز كلها حب جميله جدا، والكب كيك في الفرن بتاعنا. وبمناسبه عيد الحب والايام الحلوه، اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ايه يا غالي، ايه رايك تبص على البيتزا في الفرن؟ بص البيتزا الجميله اللي هتغطي على كل حاجه. هو ده هو ده. بيتزا فيها تفاصيل كتيره زي المغازي ما بيقول. في الفرن بقولكش، هي دي اللي هتغطي على كل حاجه بقى. فيها سجق وفيها جبنه، الاولاد بيحبوا الجبنه الموزاريلا الكتيره في قلب الاكل، في قلب البيتزا. حلو قوي، تمام. نقفل الفرن، تمام حبيبي. تعالوا مع بعض نعمل صينيه المكرونه بتاعتنا اللي هنعملها دلوقتي ببساطه خالص. ازاي نعمل صينيه مكرونه بالخضار؟ البيتزا اخبارها ايه؟ بتفرحني كده وتبص عليها كده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو زي الفل، تمام. نروق الدنيا، تعمل كيك، تعمل بيتزا، تعمل مكرونه، مطبخك رايق، خلي بالك. عشان الحب ايه؟ يعيش. مطبخ مش تمام تلاقي كل حاجه في البيت مش ظابطه، خلي بالك والله العظيم بكلمك الكلام ده من قلبي. هنا يلا، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ لا والجبنه سايحه والحياه حلوه. بسرعه كده عشان ما عندناش وقت. تعالي يا حلوه، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مطبخنا النهارده تفاصيل صغيره. عينيا اهي، هي حلوه كده فل. تفاصيل صغيره ولكن دايما بقول المعنى كبير والطعم جديد. قدرنا نعمل كيكه لطيفه حلوه بتعبر عن مشاعر صادقه من اتجاه ام لطيفه وجميله لاولادها واسرتها. بنوته تخش المطبخ تعمل الحاجه الحلوه دي لمامتها لحبيبها. عندنا البيتزا عملناها برضو بطريقه سهله وبسيطه. عملنا طاجن مكرونه جميل او صينيه مكرونه بالخضار لطيفه. العصير اللي احنا شفناه من البدايه خالص ده عصير فراوله مع عصير مع صوص فراوله، بينضرب في الخلاط بيبقى لطيف وجميل. تقدر تحط له شويه فانيليا، شويه ميه زهر مع سكر حسب الرغبه، وتزينيه بالشمع الاحمر الحلو ده وشويه الحب اللي بيطلع من مشاعر جوه صديقه طبعا اتجاه اسرتك واتجاه حبايبك وكل اولادك. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل نوع على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.